عسلي مع عسلامة، شنحويلكم؟ شا تكون الناس الكل بخير ونعمة وصحة جيدة. كي نبداو أمود الرجيم، الناس الكل تعمل عليك بالعاني وتولي تتشهى. دونك اللي تشهاو بالبيتزا باغ اكزامبل كيما اليوم، انا عملت بيتزا سبيسيال متاعي على طريقتي الخاصة. دونك اليوم مش نعملو بيتزا رجيم، وتهيا نشوفو الغسيت متاعي. بالنسبة للبات متاعنا نستحقو، عدنا راس متوسط بروكلو اسمطته مع ورقة رند، ومعها كعب بطاطا متوسطة قصيتها دي كوب وسمطتها. دونك نغفصوا البطاطا والبروكلو مع بعضهم لين تحصل براسك على بات وميكس، على بات ميكس. ما يبقاش عندنا كعبة بطاطا على جنب ولا كعبة بروكلو اصحاح. دونك نضيف معاهم بعد ما عجنتهم الكل مليح مليح، نضيف عليهم مغرفة صغيرة متاع قهوة فلفل أكحل، وعلى طرطوشة المغرفة عندنا ينسون النجمي، ولهنا مغرفتين بريسك كبار بالكيلة. هذه تجيكم مغرفتين كبار شوفين رحيتو انا في الدار. دونك هي انا حطيت بالمغرفة هيك مغرفة ونص، وهذه الفاح متاعنا متاع البيتزا اللي هو كيلو زعتر وحبق. دونك وهنا عندي نعناع شاح، بحكم انه البروكلو ينفخ الكرش دونك حطيت النعناع شاح ومعاها معدنوس. وهنا فقست كعب عظم ومش نخلطهم الكل مع بعضهم، وبعد مش نزيد عليهم عظمة اخرى ونخلطهم مليح مليح. دونك نخلطو مليح مليح، ونتأكدو أنو العظم تخلط مليح مع الخليط متاعنا، على خاطر هو اللي مش يخلينا الخليط يولي بات متماسكة، يعني نتحصلو على بات متماسكة. دونك أنا الخليط متاعي اللي جابلي زوز خبزات، يعني زوز كعبات بيتزا مش نعمل بيه، كل واحد وقداش يحب الارتفاع متاعو يعني السمك متاعو. انا عملته جويت، اذا كان مش تعملوه متوسط دونك مش يقعد بزيد شوية في الكوشة، وحطيتها من بعد ما حليتها مليح، ونلموا الاطراف متاعنا ما نخليوه هي شكيكة مفرفشة. تشوفوا كيفاش باش نلموهم الاطراف متاعنا على خاطر باش تكون هي متماسكة. هذه حاجة، وثاني حاجة إذا كان يبدأوا الأطراف كيكا مشوهين مهمش مزيانين ومرتوبين، راهم بعد كي أنت مش تجي تهز المرسو هو مش يتقطع. دونك بعد تحطها في الفور لمدة ربع ساعة على 200 درجة، وكل واحد والفور متاعه. هاكا تشوفوها لين هي تتمسك، تمسها بشوية بشوية تلقاها هي متماسكة البات ولات كلها قالب واحد. دونك بالنسبه لصوص البيتزا، حطي زيت زيتونه عليه الفاح نتاع الكليل والزعتر والاحبق، الفاح نتاع البيتزا ومعاه راس ثوم، خليتهم يتشوا شويه يعني يتقلى. هذيك السر اللي يعطي النكهه نتاع الصوص تجي كيما نتاع المطاعم، هو انه الفاح يتقلى شويه في الزيت نتاعو، وبعد باش يتفوح الزيت مليح مليح. ومن بعد تحط الطماطم كعب رحيتها في الميكسور، وحطيت عليهم غرفتين طماطم محكوك، ومن بعد مرقتلهم وخليتها تطيب لين تعقد. كي تعقد يعني تولي تقف على زيتها، تولي ما عادش عندنا ماء. وقتها اذا كنت تحبوها بالكليل تحطوا عليها الكليل وتخليوها تغلي شويه، ومن بعد تسكروا، ماهيش حاجه كبيره تغلي. واذا كانت تحبوها بالزعتر كما عملتها انا، تحطوا الزعتر وتخليوه يغلي شويه وتطفيوا عليها. دونك من بعد هاك تشوفوا في البات نتاعي كيفاش ولا كولورها بريسك عاتي شويه على دوغي. انا نسيتها في الكوشه يا اخي، ولات لي ناضجه دوغي شويه. دونك ثم هبطها افتح هبطها بيضه باش من بعد تحطوا الصوص وتحطوا عليها الخضره نتاعها، على خاطر نحنا من بعد نرجعوها في الكوشة باش الخضرة تذبل شوية وتولي طرية. دونك الخضرة تحطوا انتو ما ايش تحب، انا حطيت طماطم سوريز وبصل وفلفل حار وفلفل حلو.
دونك ومن بعد دخلتهم للفور دبلوا شويه، ومن بعد خرجتها وحطيت عليها جبن موزاريلا ودخلتهم للفور ذوب اك جبن. وصحة وبشفاء، وان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا، ووصلوا معايا شاركوني الوصفات الريجيم وان شاء الله تستفيدوا منها. نعطيكم وصفتي بكل امانه دونك، ونختمها وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما تنساوش الاشتراك في القناه متاعنا وتفعلوا الجرس باش يجيكم كل جديد. بسلامه.